معانا النهارده في حفل افتتاح البطولة العربية الثانية عشر للرماية. أنا سعيدة النهاردة إن أنا كنت بقدم الحفل، وسعيدة بوجود طبعا سيادة المهندس خالد عبد العزيز لأنه طبعا راعى الرياضة في مصر والوطن العربي، وسعيدة بكل الدول المشاركة وسعيدة بوجودكم معانا هنا النهاردة. والله في الجزائر والسودان والسعودية والإمارات وليبيا، يعني أكتر من 15 دولة. أنا سعداء جدا بالمشاركة دي، وعايزين دايما يبقى مزيد من المشاركات الرياضية دايما يا رب. بعتوا لي دعوة رسمية إن أنا أحضر النهاردة الدورة دي، ورحبت جدا طبعا، وقلت عشان حاجة لمصر، أنا جاية من أجل مصر ومن أجل تنشيط السياحة، وعشان نقول للعالم إحنا هو بنتكلم وبنروح وبنيجي وبنخرج وبنقابل الناس، والحمد لله مصر بخير وهتفضل بخير بإذن الله إن شاء الله. أنا اسمي نفرتيتي أحمد، منسق الإعلامي للبطولة اتحاد الرماية. والنهارده زي ما انت شايفه احتفاليه جميله جدا، 15 دوله عربيه النهارده معانا، ودي حاجه تقول ان مصر بخير ومصر امان، وعمر مصر ابدا ما يبقى فيها ان شاء الله ارهاب باذن الله. بالنسبه للاحتفاليه حضرها طبعا وزير الشباب والرياضه، وحضرها المسؤولين في وزاره الشباب والرياضه، وحضروها قيادات في الاتحاد المصري للرمايه، الاتحاد الافريقي ايضا حضروها زي ما انت شايفه بعض الشخصيات المهمه من السفارات، الكويت، السعوديه، البحرين، الامارات، بعض السفارات كلهم جايبين الحقيقه النهارده مهتمين عشان يجوا يحضروا البطوله دي. ان شاء الله يبقى خير على مصر وعلى العرب كلهم.